السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يا اخوان مقطعنا اليوم لعبنا كم جيم دو، صارت شطحات خفيفة بسيطة ما بيحرق عليك، فاذا عجبكم المقطع لا تنسون اللايك والسبسكرايب و ها دقيقة شقيتني شق هلا بالزين، نسيت شيء. طبعا هذه السماعة اللي كنت انتظرها من زمان يا عيال، من ريزر واسمها كايرا اكس اتوقع، لكن سمعت عليها مدح يا اخوان وعلى سعرها الاسطوري. طبعا يا اخوان زي ما انتم شايفين هنا تشتغل على البي اس 5 والبي اس 4 والبي سي، وطبعا من هنا زر الميوت، وهنا ترفع الصوت وتخفضه، ويمديك تتحكم بالحجم. يمكن واحد فيكم يسأل يقول ليه شريت السماعة. طبعا يا اخوان كانت عندي سماعة استرو 10 جدا الصراحة ابو كلب، قعدت معي فترة كويسة لكن فجأة بدون سبب خربت، فاضطريت اشتري سماعة جديدة واللي هي من ريزر اللي اسمها كايرا اكس اتوقع، ما ادري اذا قلت اسمها صح الصراحة. شكلها يا اخوان جدا اسطوري، حبيت اسوي لكم بوكسنج خفيف بسيط واترككم مع جيم بلاي استخدمت فيه المايك هذا. واح كنسل انا بنشق يا عمري. نايس والله مرجله يمين بالله. نايس يا عيني. وراك شل ازبن هناك يسار نك راح ايه مقيم عليه بسنايبر يمين بالله خرب بيته. كسر يلا بس وراي تعال يا حبيبي. ها كيف ها مات بالزون اما يلا جاي انت واحد عمري عشرين سبعة ثلاثين مية نفرك مية وايت ياب ون هلو ياب نوك عندي والله قهر يلا نم الخبنو قاعد يرقص صوت هذا اللي يرقص
هذا هو. فتش فتش فتش. سارجنت جوردن. مشكلة ما معي موارد. بيبلع حد هلا لا احب البغي خلاص اصبر اصبر يا ابن الحلال بدي كلات من اللي طب الحجد دول لا لا ترى عندي كسر 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 اثنين اثنين هم باش باش كسر كسر يا ريان عيني عيال ما خوية صح يلا يلا نايس nice.